أشكر أصحابنا يونان، حبيته ومحبتكم كلكم، والبركة اللي أنا باخدها عشان أجي أتكلم وأسمع أسئلتكم. كل اللي بطلبه إن أنتوا تصلوا من أجلي عشان ربنا يكون هو المتكلم في الحديث بتاعنا النهاردة. أنا عايز أبتدي حديثي النهاردة إن إحنا بنتكلم بس التشالنج دي بتاعت البيرنتينج، اللي هي التحديات اللي بتواجه الزواج وتواجه الأسرة عموما، مش بس المتزوجين والآباء والأمهات. كلكم بتعرفوا إنجليزي شوية، يعني نقدر نتكلم شوية إنجليزي مش كده برضو؟ طيب، عشان مش ف... يعني those who do not speak Arabic can follow up with us. I found this article just in the daily newspaper like a week ago, probably maybe 10 days ago, yeah, very recent, يعني probably 10 days. And I decided just to cut it out of the paper to tell you something. What's going on around us today in this world? عالم النهاردة اللي حوالينا ده عالم خطير جدا. We are probably in the worst time ever in terms of family challenges. التحديات اللي بتواجه الأسرة النهاردة في منتهى الخطورة ومنتهى القوة. Because I think the devil is out there, is using all its power to fight marriage, family, children, teenagers, youth, and all kinds of heavenly institutions. احنا عارفين ان الزواج والأسرة دي مؤسسة سماوية، مؤسسات سماوية، يعني ربنا هو اللي مؤسس الزواج وهو اللي أسس الأسرة. النهاردة لما نشوف العالم بره بيحارب الأسرة ازاي، يعني مش عايز أقول يعني ربنا يستر، بس فعلا احنا we always keep our faith that God is with us، ودام ربنا معانا محدش هيقدر علينا. الارتكل ده جاي من لندن، من بريتن، from Britain. And it says here, tell teens sex can be fun. قولوا للعيال اللي في سن التين ايج sex can be fun. Booklet says. واللي كتبوا الكتاب ده بيتوزع دلوقتي في انجلترا وقطعا وصل امريكا وموجود هالي على الانترنت. يقول لك focus is on responsibility not on promiscuity. يعني كل اللي بنعمله ان احنا ننصح الولاد والبنات ان هم ايه يظبطوا امورهم بس يقدروا يمارسوا الجنس زي ما هم عايزين واتس سيف. انا مش عايز اقرا لكم الكلام اللي موجود في الورقه دي لان هيتعبكم وهيقلقكم قوي، واحنا مش عايزين نقلق. we don't need more worry، احنا we need to have more faith in God. I like to start with this verse. عارفين الآية دي بالعربي؟ أما أنا وبيتي فإيه؟ فنعبد الرب. دي آية من الآيات الجميلة جدا، حلو إن احنا نعلقها في بيوتنا ونحطها قدام ولادنا وبناتنا هم صغيرين عشان يبقوا عارفين احنا بنعبد مين. احنا العالم بيعبد أي حاجة، احنا بنعبد ربنا. هقراكم، شوفوا كده some emails that come to me every day. I selected some of them عشان to tell you ايه اللي بيحصل لولادنا. هل ده ممكن يحصل لولادنا وبناتنا؟ ده جت من ام a mother، بنتها عندها 19 سنة، رجعت كده تقضي الويك اند من الجامعة، تقضي في بيت بابا وماما، وبعدين روحت تاني الجامعة. البنت يعني نعرفها كويس، يعني معروفة، أنا بروح لهم في البلد بتاعتهم دي كتير، ونعرف باباها ومامتها من زمان قوي، قبل يعني بعد ما جينا أمريكا بحاجة بسيطة، لأن إحنا كنا بلد دي بنروحها بنصلي فيها أوقات. فعارفين البيت مسيحي جدا، خدام وخادمات، يعني very good parents, nothing better like that. وعندهم ولد وبنت، الولد أكبر من البنت شوية. البنت يعني كبرت في كنيسة، وبنت زي القمر، very beautiful girl،
وقلنا دي هتتجوز بسرعة وكده يعني. وبعدين البنت دخلت الجامعة لسه صغيرة 18 19 سنة. بعد ما راحت الجامعة لقت الأم حاجة على مكتبها فخلتها تكتب لي الجواب ده: Dear Dr. Yusri, I am, أنا اديت لها اسم إيفا, I am greatly concerned that my daughter, دينها اسم جريس, may be a little depressed or confused, and I am asking for your help as a church counselor and an expert. You may be able to help her. She is 19 years old, an adult, and she has a lot of respect for you. دي المقدمة, دي يعني أول حاجة يعني. حاضر. أنا ما قلتش أنا مين. طيب سوري, اسمي يسري أرمانيوس وعايش في أوهايو 25 سنة. I am a medical, I mean to say a retired medical doctor, MD, retired addiction counselor. Credential, I am, مش عايز اتكلم يعني اقول ايه. طيب I am a licensed counselor, licensed social worker. I am internationally certified clinical supervisor, international certified addiction counselor. ويعني that's how I present myself if somebody asks for that. I have been just in the last 3-4 years just completely dedicating my time to serve my beautiful church everywhere. And I need your prayers for that. I'm married. My wife, Mona, is a physician. She's still working. She is an anesthesiologist at Ohio State University Hospitals. Mary, my older daughter, is an oncologist at Johns Hopkins University Medical Center. And Phoebe is an assistant professor of history. She got her PhD in the Coptic history and she's teaching in Vermont. And thank God for that. the other email came from, yeah, I didn't tell you the story. بنتي دي حصل لها ايه؟ The mother found book on her desk, left يعني by mistake, بيتكلم على lesbians, homosexuality. طبعا the mother was extremely shocked, طبعا panicked. مرة واحدة كده لقت بنتها, مرة واحدة اكتشفت ان بنتها عندها ميول عشان تبقى lesbian, homosexual. ونو يعني nothing يعني to suspect, يعني ما حصلش اي مشكله من البنت دي انها حاجه تخلي ابوها وما يشعروا ان في اي حاجه. وهي ما كانتش actively homosexual بس ده الدايركشن بتاعها كان يعني. هل ده ممكن يحصل لينا؟ طبعا لما نفكر في حاجه زي كده بنتخض, مش كده؟ ان احنا بعد ما نربي عيالنا اولادنا وبناتنا في الكنيسه ونعلمهم مدارس الأحد وهم كانوا في الكنيسة باستمرار الولد والبنت, لكن إيه اللي بيحصل ليهم؟ إزاي بيتعرضوا؟ هنشوف يعني إيه اللي بيحصل ده ما نتكلم شوية في الموضوع. أقول لكم رسالة تانية جات لي على عيد القيامة, يعني دي أم بتعيد علي عيد القيامة فبتقول لي العنوان الرسالة Christ is risen. فانبسطت يعني, حد بيحيي يعني. لكن لما قريت الكلام اتخضيت. بتقولي على بنتها برضو: My 13 years old daughter is getting very hard. She is using what is the hell? Who? Oh my God. Go away from me. Don't talk to me. Loud voice and a lot. وبرضو العيلة دي عيلة يعني تنتمي إلى أسرة قيادية في الكنيسة, قيادية على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية والأرثوذكسية كلها, العيلة يعني في الجدود وكده يعني. والأب والأم ناس كويسين جدا برضو نعرفهم.
وبعدين بتقول she was insisting that we spend Sundays with friends that have boys her age and I think she likes to be wherever one of them is. She is getting very rude and strong on me and her dad. بعدين بتقول she also is okay with wearing short skirts. She was fighting with her dad this morning about that. And he told me to take away the school skirt, not to let her wear it again with long tight. She insists that wearing a bikini is okay for girls her age. Peer pressure, of course. وعيالنا يعني البنت دي typical young teenager. But that's what we need to know how to face every day with our children. And this is very challenging to us. الولد ده بقى 13 سنة والولد ده يعني برضو ليه قصة. كنت بزور البلد بتاعتهم يعني كنت قاعد مع الولاد في سنه كلمهم وبعدين قعد معايا بعد ما خلصنا القعدة كان فتحنا فيها مواضيع كتيرة والواحد بيحب يقعد مع التين ايجرز دول بالذات ايج 12 to 17 عشان دول بيبقوا very good to work with. فالولد مهم يعني حكى لي حاجات هبقول لكم عليها بس اقروا الجواب اللي هو بعته لي عن الصراع بين ولد 13 سنة وتشوفوا شكله لسه عيل صغير يعني وبين مامته في البيت. بيقول لي هاي انكل اتس مي I am having serious issues. I got my exams back and they are not the best but they are okay. My crazy, annoying, hate-inspiring mother refuses to understand that. زعلان ان مامته يعني متضايقه عن النتيجه بتاعته بتاعت المدرسه. So she has a talk with me in which she tells me to shut up in Arabic in a very rude way. I'm not pleased at all. So I get angry, I raise my voice, وبيعترف يعني. And things go downhill from there. I get out of one mess into another, and then she sits me down after 2 hours, and she has a talk which somehow ends up turning into a talk about whether I wonder if my mom hates me or not. I think so. I hate her. It all works out. But then she says, you don't understand, I love you, and I honestly couldn't care less. She tells me all kinds of things that are clearly lies. And she spins everything I say to make it sound like I am the worst person on this planet when she actually is. الولد ده يعني تستغربوا يعني ما انا قعدت معاه 13 سنة. اولا البيرنتس بتوعه يعني ناس بروفيشنالز وبيعملوا يعني اعتقد هم اتنين على بعض دخلهم ممكن يعمل مليون دولار في السنه يعني. ومع هذا التركيز كله في الولد على المذاكره وهو الولد بيحكي لي حاجات عجيبه جدا يعني انا قلتها الاب اعترافه عشان يبتدي ياخد باله منه. لكن الولد كل اسبوع بيخرج كده في مغامره مع واحد صاحبه يروحوا محل ويعملوا شوب ليفتنج يسرقوا زي شوب ليفت المحل. واقول له حبيبي انت مش معاك فلوس يقول لي لا بيبقى معايا 70 دولار حاجه ب 90 يعني لازم يعني بتفرق معاه فلازم يسرق بقى الحاجه دي. الحاجه الاوحش بقى ان الولد ده بانتظام بيفتح الثلاجه ويشرب بيره كل اسبوع على الاقل مرتين ثلاثه بيشرب كتير غير المغامرات الجنسية بقى السيكشوال ادفنتشرز بتاعته في هذا السن. الأم أنا لما سألتها قلت لها مفيش حاجة بتضايقك، إيه اللي بيضايقك منه غير المذاكرة؟ قالت لي مرة بس شفته كان بيشرب بيرة. ما عندهاش فكرة خالص عن أي حاجة تانية. لأن التركيز كله على المذاكرة. أنا بقول لكم الكلام ده لأن دي المقدمة اللي عايزين نركز بعد كده في الكلام بتاعنا في الموضوع زي ما هنشوف ايه التحديات السبعة اللي بتقابلنا. التحدي الاول هو الانانية. نمبر 2 ان احنا بنتبع الحكمة البشرية كله موجود بالانجليزي طبعا. موضوع الكوميونيكيشن التواصل والتخاطب.
perfectionism الكمالية أو الاستكمالية، وبعدين unhealthy family dynamics العلاقات داخل الأسرة تعبانة جدا، depression and worry الاكتئاب والقلق، وآخر حاجة هي ال addictive behaviors السلوكيات اللي فيها إدمان. نتكلم في الأول على السلفشنس، لأن الأنانية بتاعتنا دي بتخفي وراها إيه؟ What does it hide؟ حاجات وحشة قوي. عارفين ليه؟ لأنه النهاردة ولادنا بيتعلموا مننا حاجة بتحصل كتير في وسط البيت. أول حاجة بنشوف السلفش سباوس، الزوج أو الزوجة الأنانيين اللي ما بيهتموش غير بنفسهم، مش حاسين باللي بيحصل سواء مع أزواجهم أو زوجاتهم أو أولادهم وبناتهم. ده يحصل منه إيه؟ وبعدين السيلفش بيرنت اللي هم إحنا دلوقتي بيبقى عندنا عيال صغيرين محتاجين لنا جدا وإحنا مش فاضيين. يعني مش بس بنقول إن إحنا بنشتغل، الأب بيشتغل والأم بتشتغل، حتى الوقت اللي المفروض نقضيه مع ولادنا ما بيبقاش quality time. It's not quality time. ودي حاجة مش كويسة في حق ولادنا وبناتنا. عارفين طبعا ولادنا اللي بيحصل منهم ايه بعد كده؟ لما بيشوفوا ان البيت فيه selfishness، فيه أنانية، الكلمة الكتير كبيرة اللي هم بيرددوها ولادنا النهاردة ما بيكبروا يقول لك ايه؟ I don't care. Who cares؟ تسمعوش الكلمة دي أحيانا ولادنا وبناتنا ما يقولوها لنا أو يقولوها لبعض. I don't care. ليه؟ إيه تدل على إيه كده؟ مش لأن هو روح المسيح اللي فينا في الأسرة. هي الأسرة عبارة عن إيه؟ والزواج عبارة عن إيه أحبائي؟ الزواج ده مؤسسة سماوية كونها رب المجد وقال لك منذ البدء، ده حتى من قبل السقوط خلقهم ذكر وأنثى، وقال ان الرجل يسيب مراته يسيب باباه ومامته. يعني man should leave his father and his mother and be joined together with his wife. يترك الرجل اباه وامه يلتصق بامراته and they will be one body. مش كده؟ هيبقوا الاثنين جسد واحد. وجيت العهد الجديد بقى في النيو تيستمنت ابتدى يفسر الموضوع ده شويه، حط لنا بقى نموذج جديد، قال لك لا الموضوع مش زي العهد القديم مجرد كده راجل بيتجوز واحده واحده بتتجوز راجل وخلاص، لا ده قال لك في نظام جوه الاسره. النظام ده كله مبني على البذل والتضحيه، عكس كلمه سيلفشنس عكسها ايه؟ سيلفلسنس. يشبهوا بعض شويه بس في حروف كده بتتغير. selflessness يعني الانسان يتخلى عن السلف بتاعته، الانانيه بتاعته، بدل ما يبقى الانسان سيلف سنترد والمحور حياته هو ذاته. No, we get out of ourselves. That's why the real example is Christ and church. As much as Christ has loved the church, his bride, and died for her or sacrificed himself and his life for her. مش كده؟ كما حب المسيح الكنيسة وبذل نفسه من أجلها. That's how husband should خلوا بالكم should love their wives. وعارفين بقى لما بيحصل كده الكنيسة لما شافت المسيح بيحبها لغاية الموت حصل لها ايه؟ عملت ايه؟ She submitted herself. مش كده؟ انحنت الكنيسة وطوعت، مش كده؟ وخضعت للمسيح. This is about submission. It needs love first from Christ. It needs love first from husbands. Then wives should follow, should submit. لما بيكون الراجل ما بيحبش there is no wonder if man doesn't love then wife doesn't submit. And if a husband loves and wife does not submit, there is something wrong definitely with the wife. If the husband is doing his job and the wife doesn't, there is something wrong here.
العيال بقى يشوفوا الكلام ده يقولوا الله، هو دي السماء، هي ده الملكوت. يبقى الجواز هو كده، يطلعوا هم يعملوا كده مع ازواجهم وزوجاتهم ويكبروا نفس الطريقة، ويطلعوا هم كم نفسهم فيهم روح الحب، اللي مش شايفين الحب، نموذج الحب من بابا وماما. نفس الحكاية بالنسبة لبابا وماما، دول لما يبقوا parents, good parents, they need to sacrifice. Yes, احنا we love to have fun of course in our life, but there are priorities. في نمرة واحد واثنين وثلاثة بعد كده بيجوا. What's your most significant priority in your life? This is a big question for every and each one of us. أو أهم حاجة في حياتك إيه يا إيه؟ ما تقولوا له، ما نقولش بقى الدنيا واللي فيها. No, that's wrong. يمكن نيجي للنقطة دي تاني. اللي بيحصل بعد كده بقى لما يبقاش فيه love، يبقى إيه؟ ومفيش role modeling، no love و no role modeling، احنا بنبقى حجر عصرة لأولادنا وبناتنا. بيطلعوا لنا ايه؟ selfish children. That's the result, consequence. Consequence هنا no love means lack of role modeling, stumbling stone، حجر عصرة، أولادنا بيطلعوا selfish. طب ال selfish دي معناها ايه؟ selfishness معناها ايه بالنسبة للولاد والبنات؟ ما حد يقولوا كده أنا وبعدي ايه، عارفين؟ الطوفان. I don't care. يعني مش بس كده. When there is no love at home between parents, between husbands and wives, or between parents and children, our children lose trust in this world, in life. And that the result is more depression. When depression happens, اللي بيحصل؟ ولادنا وبناتنا زي ما هنشوف يحبوا يطلعوا من الدبريشن، يعملوا اي حاجه عشان هم. عشان كده كل ولادنا وبناتنا النهارده لما بيجوا يتكلموا، اكتر كلمتين the mostly said two words in their vocabulary، عارفين هم ايه؟ حد جس fun، وايه الحاجه التانيه؟ cool. كل حاجه يقول لك it's cool, let us have fun، وهم مش عارفين ان الفن ده فيه سم من جوه بيأذيهم بعد كده. ربنا يستر عليهم وعلينا كلنا. The second challenge is following human wisdom. الحكمة البشرية النهاردة اللي احنا جايين لسه محتفظين بيها. We are trying to fight to keep our human wisdom. وانا دايما بقول كده. Human wisdom is about following our first creed. First creed. عارفين creed يعني ايه؟ قانون الايمان. ايه قانون الايمان؟ قانون الايمان ده اللي احنا عارفينه بنقوله في الكنيسة، بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الاب ضابط الكل، مش كده؟ We believe in one God. God the Father, the Pantocrator. This is called the creed of faith. Unfortunately, we have a stronger creed than this creed because that's how we are developed. How we develop in our early life. We grow in a family. There is no God in the family except for me when I'm very young, except dad and mom. I see God through dad and mom. كل اللي بيعملوه بابا وماما بالنسبة لي, it forms my own creed, my own belief system, what's called my belief system. And that's how we are shaped up in life. اطلع كده اما اكبر اقول ايه, I believe in one God called my dad and another God called my mom. Whatever my dad may say, whatever my mom would say, that's how I believe. طب هو بابا وماما بقى دي كارثة بقى. This is the big problem when بابا وماما are not good role models following human wisdom. يطلعوا ولادنا شكلهم ايه؟ يطلعوا ايه؟ اي كلام. يجي بقى الكريد اوف فيث بقى يخش في حياتهم, مش قادر بقى, يبقى في كونفليكت هنا. Who is right and who is wrong? Is God right? Is it dad right? Is it mom right? I don't know. I get confused. عشان كده بيتعبوا بعد كده في حياتهم, ما يحبوا يغيروا. النهارده لسه في واحده بتكلمني, عشان شابه يعني, كلمني على عريس, وعريس كويس جدا, منظره كله كويس, بس
في بيك بروبلم وتقول لي ايه رايك في البروبلم دي. اقول لها خلي بالك البروبلم دي لو كانت هي البيليف سيستم بتاعته هتتعبك بعد كده في الجواز، لكن لو كان هو فعلا النعمه grace of God has changed him then he can overcome that. تعالوا نشوف كده examples الفولوينج للهيومن ويزدم. الايدولز بقول عليها الستيريوتايبس اوف هيومن ايدولز اللي احنا بنعبدها يعني. اول حاجه هنا مثلا the way I was raised was the best. كلنا كده we think the way we were raised was the best thing. وكلنا بنعلم ولادنا ان الطريقه اللي تربينا بيها، يا ابني انا كنت بتضرب زمان وعشان كده طلعت بني ادم. خد بالك مفيش حاجه ما هو ده في ناس بتعتقد انه راجل مثلا يعتقد انه هو لو ضرب مراته، انا مش عايز اقولها بالانجليزي لو ضرب مراته عشان هي دي الطريقه الستات بتمشي بيها يعني. تشوفوا ازاي حاجات يقول لك اصل ابويا كنت بشوفه بيضرب ماما وانا صغير، والست البنت اللي تطلع ولا الست يقول لك اصل ماما كانت دايما يعني عنيده وبابا ما كانش يمشي غير بالطريقه دي، دي الطريقه اللي بتمشي بيها بابا، لازم تمشي بالدماغ الناشفه والعند. الطريقه اللي احنا اتربينا بيها هي دي الطريقه الصح. Unfortunately this is completely wrong. لان this is human not divine. It's not divine. The way I was raised was full of mistakes. معلش مع احترامي كل الاباء والامهات including my own parents اللي هم ربوني كويس جدا relatively، لكن still I still remember mistakes that I had to overcome in my life and to see God's grace or God's commandments, the right thing, the light of Christ doing his work in my life so that I change. And that's how I said, احنا حبيبي مش احنا، احنا we are not perfect. ياما عيال اتربوا غلط كانوا مثلا بيتضربوا جامد جدا، ونشوف انا بشوف لغايه النهارده ولاد متعورين من جوه شباب عشان اهاليهم كانوا بيؤمنوا مثلا بمبدأ الضرب. والضرب ده اصله يعني ده في ناس يقول لك ادب ابنك بقضيب من حديد لئلا يهلك ولئلا يضيع منك، حاجه كده ما اعرفش اي جابوها منين، مش موجوده خالص في الانجيل اؤكد لكم، لان انا حد مره قالها لي من كام سنه ورجعت الاوتيل كان معايا انجيل عربي قريت كل سفر الامثال عشان ادور على الايه دي ما لقيتهاش، وطلعت طبعا في ايات كده يعني مش قريبه منها تدي معنى ان الانسان يؤدب ولاده. هو كويس، ما هو الذي يحبه الرب ايه؟ يؤدبه، مش كده؟ لكن مفيش حته القضيب من حديد. والام اللي هي بتؤمن ان البنت لازم تتضرب وهي صغيره بالشباشب والكلام ده كله، وكل واحد يقول لك انا اتربيت دي الطريقه اللي اتربيت بيها، طب ودي كانت حاجه صح؟ غلط غلط. احنا بنؤمن بحاجات غلط محتاجين نغيرها بالذات في طريقه تربيتنا لاولادنا. الحاجه الثانيه طريقه الايه؟ believing in the Egyptian way. احنا most of us came from Egypt with this belief system ان احنا الطريقه المصريه. يا حبيبي يا ابني انا اصلي انا اتربيت مصري، احنا مش امريكان. طب ليه يا بابا جيت هنا؟ طيب لو كنت انت عايز تخلي نفسك مصري ما قعدتش في مصر ليه؟ احنا بنعلم ولادنا ان المصريه دي حاجه المثاليه، فاهمين ان التقاليد المصريه دي، مع ان احنا لما بننزل مصر دلوقتي نلاقي مصر دي اتغيرت خالص، وكل الحاجات اللي سبناها مصر في مصر من 25 سنه دخلت بعد بدل حاجات وحشه جدا. فكون ان انا اتمسك بقى بالطريقه المصريه دي والدنيا دي بقى هنا بلخبط ولادي وبناتي كتير. We confuse them with their identity at a time when they need to know they are Christians, not Egyptians, not Americans, not Canadians, not Australians, not anything, but we are Christians. ليه؟ احنا we are اولا American by law. We are citizens here. We have to يعني obey the law, follow the law, and because we are living here. لكن when it comes to values and virtues, we are Christians. طب ليه احنا بنقول كلام ده؟ عشان when we differ with our children at one point, يقول لك امريكان ومش امريكان، ما بيجوا يكلمونا،
يقولوا لنا البرام والديتينج والكلام ده كله، how can we deal with that؟ نقول لهم تعالوا بقى احنا شوفوا عندنا ايه، مانيوال. المانيوال بتاعنا زي ما بنيجي نشتري مثلا تلفزيون جديد ولا كمبيوتر ونطلع المانيوال نشوفه بيشتغل ازاي، لما نختلف على حاجة نشوف المانيوال بيقول لنا ايه، نطلع الانجيل الكتاب المقدس ونشوف الكنيسة بتقول لنا ايه في تعاليمها ونمشي بالمانيوال ده. هو ده الكلام اللي احنا بنعلمه لاولادنا وبناتنا عشان ما نتخانقش، عشان هما كمان يعرفوا ان احنا we are so stable so lucky with our faith being Christians. ده اللي هيحميهم من الحاجات اللي بنتكلم عليها. الثيرد ايدول انا بسميه الابر ايجيبشن واي، اللي هو بالصعيدي يعني، عارفين ان ده حاجه اعلى شويه من مستوى المصريه. لا بقى انا بقيت ايه، صعيدي. احنا لغايه دلوقتي بنشوف، انتوا يمكن هنا ما تحسوش الحاجات دي، لكن في بلاد فيها مهاجرين جم قريب جدا من الصعيد بالمئات، مش عايز اقول عشرات بس، بمئات، ومعتقدين تمام المعتقد. يعني بروح بلد اسمع فيها ان الاب لغايه النهارده بيضرب بنته، تيجي البنات يعيطوا، يا بنتي عندك كام سنه؟ 21 سنه. والتانيه صدقوني كانت 23 في الجامعه، العيال بنات مش ولاد كمان صبيان بيتضربوا لغايه النهارده. طب وده كلام؟ اصل احنا بابا ماشي بالطريقه الصعيدي دي يا جماعه. طبعا ابعد ما يكون، لها دي هيومن ويزدم، كلها هيومن ايدولز. بليفنج ان ذا ليبرال امريكان واي، دي بقى الحاجه الثانيه بقى. لا احنا جينا امريكا بقى ايه، سايبها بقى خلاص. هنا امريكا بقى يعني فرفشه بقى وكل حاجه، سيبهم يعملوا اللي عايزين يعملوه واحنا برضو نهيص معاهم. احنا في مصر مش متعودين مثلا نجيب حاجات الكحول وحاجات زي، هنا بقى عادي خالص، البيره داخله خارجه والمخزن مليان ازايز نبيت معتق. وعيالنا ده بقى بعد ما يكبروا ويشوفوا بقى النبيت كده مغري جدا وهم في التين ايج، واسمع بقى ان العيال الشباب جم دعوا اصحابهم وقاعدين في البيسمنت انهم 16 و17 سنه 16 و17 years old and in the middle of the night they go and steal a bottle of wine او حاجه او even hard liquor and start to drink together. What do you expect؟ خصوصا بقى لو البيت فيه ولاد وفيه بنات كمان، طبعا حاجات كتيرة بتحصل غلط. شوفوا liberal American way، this is not our manual. Our manual is the Bible and our God is Jesus Christ. البيج ميث بقى هنا بقى في أكذوبة خدعة عظمى موجودة هنا برضو موجودة بشوفها. يقول لك دلع اولادك عشان يفضلوا معاك، spoil them to keep them at home or to keep them in church even. فادي الولاد عايزين فلوس، ادي عايزين مصروف، عايزين لعب، عايزين ما اعرفش ايه. بص الاقي this is a problem. اما اروح اسمع ان بنت عندها 16 سنه ولا ولد عنده 15 سنه وجايبين له البيرث داي جيفت بتاعته عباره عن ايه؟ ايفون. Do you know what's meant by iPhone? The highest standard مع الأربعة ولا 8 جيجا بايت وفي 16 كمان. ويقول لك أصل الولاد كلهم في المدارس، البنات كلهم في المدارس جايبين لهم أهاليهم آيفون. طب وبعدين؟ آيفون أنت تعرفوا بيعملوا فيه إيه؟ عارفين؟ هتتخضوا. خدين بالكم؟ لما نشوف جايبين لهم لابتوب، والنهارده اللابتوبس كلها اللي بتنزل جديد دي، الولد يبقى عنده 14 15 سنه يمكن اقل كمان، جايبين لهم لابتوبس وعليها الويب كام بقى، وقاعدين بالليل في اوضه النوم وشغالين الكاميرا. تعرفوش بقى اللي بيحصل ايه؟ اتس امبوسيبل ناو. ولادنا النهارده ما نقدرش ندلعهم، ده هم مش ناقصهم يعني، هم اوريدي تعبانين من التكنولوجي الجديده دي زي ما هنشوف. I don't believe in counseling or science. That's another human idol. الناس بقى لما تيجي تقول لك لا 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 سيبك من الكونسلنج وسيبك بتاع ده، بالعافيه حتى بنرضى نقنعهم بالاعتراف يعني. لكن لو بقى حد محتاج يعني سبيشال كير او كونسلنج، لا يقول لك لا احنا الحاجات دي احنا ما بنعتقدش فيها. في ناس مخها لسه مش بيصدق في العلم
وفي الكونسلنج والسايكولوجي والامراض النفسيه والعلوم النفسيه والهيومن ساينسز دي ان جنرال، اللي هي اتقدمت جدا وتحقق نتائج كويسه، خصوصا لو بتتعامل من منظار مسيحي. طبعا الكونسلنج اللي في العالم مش مضمون، ممكن يضيع، لكن جوه لو في حاجه جوه الكنيسه، ونشكر ربنا ان سيدنا عمل لنا مدرسه كونسلنج حلوه في سان انطونيو، فيها ناس هنا جراديوس موجودين معانا حاضرين المحاضره هنا، او طلبه لسه فيه. فيعني منتظرين ان كنيسه تنفتح وتشغل الكريستيان كونسلنج جوه الكنيسه القبطيه، لان في حاجه كبيره ليها. واخر ايدول هحطه النهارده هو ساعه لقلبك وساعه لربك. One hour for God, one hour for your heart. مش كده؟ دي بقى مشكلة كبيرة برضو عندنا، لأن this creates something called duality. And duality means superficiality، معناها إن إحنا عندنا الإزدواجية والسطحية، ودي ضربات خطيرة جدا من الضربات اللي بيضربنا بيها الشيطان. إن إحنا إزاي نبقى في الكنيسة في النهار الصبحية وبنصلي وبنتناول، وبالليل بنعمل حاجة تانية. طب ما بعد كده نشوف عيالنا، ده انا بشوف اباء كان بيجوا يشتكوا لي، يقولوا لي الولاد بيجوا بعد، عرفت بعد ما بيخلصوا التسبحه يروحوا يسهروا في حتت مش كويسه ويقعدوا يشيشوا حاجات زي كده. طبعا ولادنا ما هم شايفين المنظر، شايفين ان احنا ما عندناش مانع ان احنا نعمل الحاجات دي، ونقول لهم لا لا، ما هو ساعه لقلبك وساعه لربك. طبعا دي حاجات اتعدينا منها من الجو اللي كنا عايشين فيه في مصر، لان ده ما هوش جو مسيحي 100%. الكوميونيكيشن، التخاطب، وانا ثينك موضوع التخاطب ده موضوع يعني محتاج لزياره خاصه ان شاء الله المره الجايه نعيش، يعني لان موضوع التخاطب ده اخطر حاجه. كل حاجه يقول لك النهارده اتس اول اباوت كوميونيكيشن، تواصل وتخاطب، ازاي بنتكلم مع بعض، ازاي بنتحدث جوه البيت، ازاي، مشكله كبيره. وفي الواقع زي ما انتم شايفين كده، communication is all about love. معنى التخاطب هو الحب، لانه ربنا كان ممكن بسهولة جدا يخلقنا جنس واحد ويخلف منه فيه، ما كانش محتاج ربنا يخلق ادم وحواء ونقعد راسنا وجعانا من مشاكل الجواز والطلاق والحاجات اللي زي كده. احنا النهاردة بنشوف ربنا، مقاصد ربنا في كل حاجة حلوة. ربنا خلق الزواج عشان نتخاطب خطاب الحب. In marriage we communicate love. وده اللي احنا دايما بنعلمه للناس المتجوزين، بنقول لهم marriage is about another trinity and another unity. Trinity, as much as the Father, the Son and the Holy Spirit are not three gods but one God. How? It's all about love. Because God is love, love connects and binds. That's how this mystery of unity of God, the unity of God, وحدانية ربنا، الله ازاي ان هو واحد. Because love is about uniting. So the three are one, and the one is three. تشوف هنا الجواز نفس الحكاية. راجل وامرأة، a man and woman gets married. And who is joining them together? It's God, because that's what our Lord Jesus Christ said. What God has joined together, let not man separate. طب النهارده ما الجواز كده. إذا كان الجواز هو two, and the third one is the Holy Spirit joining them into one. But through what? Love. If there is no love, there is no life. And how can we express love? It's through communication. احنا بنعبر عن الحب ده عن طريق communication، التخاطب. عشان كده احنا في حاجة خلوا بالكم بنغلط فيها كتير وبنعلمها للكونسلرز الصغيرين. Communication to be loving communication, it should be about feelings. المشاعر، المشاعر. احنا في بيوتنا النهاردة at home we very very unusually talk feelings. احنا كلامنا ايه كله في البيت؟
هناكل ايه النهارده، هنروح فين، الشغل اخباره ايه، البورصه اتضربت ولا ما اتضربتش، العيال عملوا ايه في المدارس، جبتوا نتيجه قد ايه، اللبس، الشوبينج، كل الامور العالميه. لكن حد يسال عن التاني، how do you feel، how do you feel، how do you feel، you look like you are depressed today, you sound like you are sad, you are worried، انت متضايق، في حاجه مضايقاك وانت مجروحه. هل نقدر نسال على بعض في البيت؟ نقدر نروح النهارده after going back home and we ask about each other's feelings and listen, listen to each other. Husband listens to your, listen to your wife and wife listen to your husband. عارفين ليه؟ لان احنا كمان كتير مش we don't listen. حتى لما بنتكلم ونحاول ان حد يسمع لنا، اللي بيسمع ده يمكن سابع مودنه لكن سرحان. بص تلاقي بنتي ولا ابني جايين يكلموني وانا بقرا الجورنال ولا بتفرج على التلفزيون ولا قاعد قدام اللابتوب، وعامل نفسي سامحهم بس عينيا مش في عينيهم. This is not good. This is not good communication. This is just hearing. عارفين communication is about what؟ نمرة اتنين هتيجي بعد كده. الناس بقى اللي بيحصل لهم problem من الكوميونيكيشن بروبلمز بقى، لما الواحد ما يكونش حد بيتكلم فيه، حد معاه يقول ايه؟ ما حدش سامع لي، nobody is listening to me. طب اروح لمين؟ اروح لربنا بقى اصلي. The only one who listens to me is God. مش كده؟ عشان كده احنا we praise God because he listens to our prayers. He listens. طب if we like to bring God in our family life and be spiritual, we need to listen to each other's feelings and we need to ask about each other's feelings. عشان كده بيحصل لنا depression. عشان كده في problems كتيرة في حياتنا النهاردة. أنا دايما أقول كده، لو كل واحد بيسأل عن التاني والفيلينجز بتاعته جوه البيت، الدكاترة بتوع السايكولوجي والسايكاتري والكلام ده كله هيقفلوا، هيروحوا، هيروحوا يشوفوا لهم شغل تاني. لأن صدقوني at least 80% of the problems will disappear if we know how to listen to each other. And listen, look how we become more functional in life when we listen to each other's feelings. عارفين لما يبقى البيت كده فيه حب وفي كل واحد بيسمع للتاني وبيسأل على التاني، حتى لو بالتليفون، حتى لو بالإيميلز لو مضطرين، لكن على الأقل بحس يا سلام حد حاسس بيا، حد شاعر بيا. لما يبقى طبعا الراجل أو الست مش موجودين، يعني one of or the other spouse is not there, what happens to the marriage؟ يحصل ايه؟ انا جوزي مسافر على طول ومش سائل فيا ولا غايب ولا قاعد في الشغل كل يوم لغايه الساعه 11 و12 بالليل، ويقول لي اوفر تايم مش اوفر تايم والفلوس، او موجود بس مش موجود، مش عارف اتكلم معاه، مشغول. وهو يقول نفس الحكايه عن مراتي، بروح البيت مراتي مشغوله في شغل البيت والطبيخ والاكل والعيال، يا اما قاعده على التليفون يا اما واخده الفلوس ورايحه تعمل شوبينج. طب انا اعمل ايه؟ مش لاقي حد اتكلم معاه. طبعا هنا بتبتدي بقى، خصوصا لما يكون حد تعبان، حد تعبان. لسه واحده النهارده تقول لي انا رحت اعمل عمليه جراحيه وجوزي كانش موجود معايا، مش ناسي الموضوع ده بقاله قد ايه، تفتكروا قد ايه؟ فوق العشرين سنة، فوق العشرين سنة وهي لسه تعبانة. لما يكون بقى احنا الاب اللي موجود مش موجود، ما العيال بيتعبوا برضو. يعني عايز اقول لكم
لو اب مش موجود مين اللي بيعاني اكتر؟ هقول لكم حاجه على فكره، باي ذا واي، كل البنات بيحتاجوا لباباهم. All girls need their dad very much during their first 12 years of age. بعد سن 12 البنات يحتاجوا الماما. Girls go to mom and vice versa. الولاد first 12 years of age they need their mom. عشان كده احنا بنلاحظ دلوقتي نسبة البنات اللي بيجوا يشتكوا أكتر من الولاد في مشاكلهم النفسية. You know ليه؟ You know why? Because boys usually find their moms at home. But boys start to suffer after age 12 when they need dad. Dad after that. If dad is not there after age 12, then these kids may be endangered. The girls بقى عشان الرجالة مشغولين جدا، البنات بيدوروا على بابا ما يلاقوش. أنا دلوقتي بشوف مثلا ألاقي a mother is calling me تقول لي my 6 or 7 years old daughter came back from school and told me mom I have a boyfriend. Wonderful. Can you believe that? عارفين السؤال بسأله لها على طول، أقول لها إيه؟ How does she get along with her dad? And usually, if not most likely, أنا مش عايز أقول لكم almost 100% the answer will come like that. You know, Dr. Yusri, her dad is not there for her. بالعكس, dad is hard on her, criticize her, doesn't say good word, never gives her a hug or a kiss or anything. And that's very damaging to a girl in the first 12 years of age. عشان كده we need to focus on having the two parents together, very close, even if they have to go through separation. Because boys and girls need dad and mom. When we deliver the wrong message, يعني we don't give love, we don't communicate, of course we give a wrong message about God because God is love. How do you expect your children will become spiritual when they grow up ويقولوا احنا عمرنا ما شفنا love؟ انا لسه من كام يوم some person who is, I mean, is not young, is probably in his 50s and he had problems, big problems with his father. You know what he said to me? He said, I don't like the Heavenly Father. I like Jesus Christ, the Son. I have never had any good relationship with my dad. He's now like 55 or 50, still. And he's having so many problems because of that. Many problems. Fourth is about perfection. أبونا احنا المفروض نخلص امتى؟ حاضر. بس ما تنساوا قولوا لي يعني. What is perfectionism? Perfectionism is exactly is getting away from the perfect one. عارفين كده في آية جميلة بيقول لك كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو إيه؟ كامل. Be perfect. Like your heavenly father who is perfect, مش كده؟ طب what's wrong with perfectionism? No, this is completely different. Perfectionism is not being perfect. It's being perfect according to human measures. عارفين الواحد لما يقول ايه؟ يا رب انا مش محتاج لك. I don't need you God. I'm gonna be perfect on my own. طب what's your standards of perfection. تعالوا نشوف standards of perfection. Perfection standards actually, I remember now one very important verse that expresses this perfectionism. في سفر أرمية قال لك إيه؟ قال لك شعبي ارتكبوا خطيتين، عملوا حاجتين وحشين قوي. تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء.
اهو ده بالظبط perfectionism، ان احنا بنسيب ربنا، we leave God and we look for perfection somewhere else. عشان كده احنا بنتعب وعيالنا بيتعبوا. Big problem these days. وعارفين perfectionism is an escape mechanism for from facing reality and real issues in our life. That's about perfectionism. زي بالظبط هرجع افكركم الولد اللي كتب لي اللي زعلان من مامته انها عشان ما بيذاكرش. شوفوا التراب اللي بيقع فيها. Priorities. ايه الاولويات بتاعتنا؟ What are your priorities? What's your number one priority in life? ايه اهم حاجة في حياتك؟ احنا لو سألنا اغلبنا هيقولوا ايه؟ ان انا ابقى صحتي كويسة ومراتي كويسة وجوزي كويس وعيالي كويسين واكبرهم واعلمهم واجوزهم بعد كده خلاص. بس كده. What about their spiritual life? ايه بقى about, what's about their eternal life? Their salvation. خلاص نفسهم. ازاي احنا ما نفكرش في الحاجة المهمة دي؟ عشان كده احنا تعبانين. شوفوا بقى لما نروح البيت ونشوف نسمع الديالوج at home is about what. خلي بالكم الاوبجكتيفز والجولز بتاعتنا والالوجن اوف بيرفكشن. احنا عايشين في وهم ان ده هيحقق ايه بقى. الاوضه بتاعتك مش متوضبه وانت مكتبك ملخبط وانت ما ترميش الغسيل على الارض وانت مش الحمام مش نظيف وانت. طب وبعدين ده مش بس كده، ده حتى شوفوا بقى الديتاتشمنت لما يحصل من اور تشيلدرن بيحصل لهم ايه. عيالنا يروحوا المدرسة they go to school and bring back their grade cards. الجريدز بتاعتهم بقى ايه؟ بابا ماما داد ماما I got all A's and B's. Oh no! How come you didn't get them all A's? شفت بقى؟ احنا بنعجز عيالنا. طب ما فيش كلمة حلوة طيب قالوا ان A's و B's دي يعني حلوة برضو نديها كريدت عليها. No 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 no. انت عارف يا حبيبي انا كنت بطلع الاول على فصلي دايما. كلام فاضي طبعا. انا عمري ما سقطت عمري. We sometimes I you know I see people sometimes and I know them personally. They failed school one more than once and they try to suppress all these memories to say I have always been the first of my class. Come on. وحيانا يبصونا كده. طيب اوكي. And they good kids, they are good kids. They go and study hard. So next time they will come with cards, say, all A's dad, A's, A's. Okay, but still, you next time I need to see A plus. A plus, حاضر. عارفين حتى العيال دول لما بيجيبوا A plus بنقول لهم ايه؟ بنقول لهم لازم الاكزامز كانت very easy. Very easy. وكل العيال جابوا A plus. مفيش حاجة بتعجب. This is all about perfectionism. عارفين عيالنا دول بيطلع عندهم ايه؟ حالة depression وحالة قلق. قلق ليه؟ Because our children's self-image is where they read their image in their eyes, in the eyes of their parents. My self-image is my image in my parents' eyes. If I am the parent and I don't see my kid as a good kid or a hard worker or a smart one or a good daughter, good son, our children will stumble later on. Because they have not seen any good image in their parents' eyes. And this is very important. عارفين ليه؟ When we praise our children all the time, my dear brothers and sisters sitting here in this room, we are actually protecting them from many dangers. عيالنا بعد كده ما هيبقوا عندهم 13 and 14 and 15 and they go to school and they start to face temptation. تعال بقى نجرب الماريجوانا. Let us
experiment with drinking beer or smoking cigarette or having sex or whatever, unless our children are having very positive image in their parents' eyes, they will become very vulnerable. ممكن بسهولة جدا they yield, يخضعوا to peer pressure. Peer pressure. أصحابهم في المدرسة. Please be careful, perfect. Never detach yourself from your children. وبعدين perfectionism is about emptiness. زي كده يا نبيع الماء الحي اللي نسيبه ينبوع الماء الحي ونروح نحفر نفسنا. أقول لك أبار مشققة لا تضبط ماء. الامتي سيسترنز دول اللي هي cannot control water, كلها شقوق, كلها فيشرز. بيحصل ايه؟ عندنا مخنا فاضي كله خيال ان احنا هنعيش عيشة هايلة لو عيالنا عملوا, لو هم طلعوا الاوائل, ولو ولو. ياما النهاردة كلمتني ام mother somewhere here in this country to tell me ابني يعني my son just 19 years old once he and started to date. وكان قبل كده he was شماس وكان عمره ما بيؤمن بحكاية الديتينج. ايه اللي حصل له؟ كتير قوي بيحصل ولادنا دول بيكونوا التدين بتاعهم religiosity or being religious كلها حاجات عبارة عن just acts, يعني تمثيل. يبنجونا, بيحطونا كده في ايدونا كده انستيزيا عشان ننام ونتخدر, يروحوا الكنيسة وبيروحوا مدارس احد وبيصلوا وبيقروا الانجيل وحاجات كلها طقوس. لو ما فيهاش روح وما فيش حب في البيت وما فيش المسيح موجود كمثل اعلى وكل التركيز بتاعنا على النظافة واللبس والنتيجة بتاعت المدرسة والعيال بياكلوا كويس وبيناموا كويس وكل حاجة كده ومفيش الـ spirit of love, then they are empty as much as we are. طبعا الـ anxiety والـ depression are natural outcomes of perfectionism, هنتكلم عليهم شوية بعد كده. الفيفث نمبر 5 بقى, التحدي الخامس, fifth challenge is about unhealthy family dynamics. The problem is, we call it problems of bonding. Problems of bonding. ليه؟ في common mistakes بتحصل عندنا. بيحصلوا واحنا بنربي اولادنا واحنا عايشين في البيت. The first mistake, too much closeness from day one. ولادنا وبناتنا لما بيتولدوا, ولادنا وبناتنا, our children, how long do they stay with us at home? 18, 20, 25 years, 30 years maximum, especially here in this country. بعد كده they leave. And once they leave, we are back to be husband and wife. مش كده؟ Husbands and wives. اللي بيحصل بقى ان احنا ولادنا ما بيبقوا لازقين فينا قوي, او احنا الصراحة احنا اللي بنلزق لهم. مش هم عندهمش, they have no choice, no control. We start to attach, especially when one parent or one spouse is absent. I don't mean absent by physically absent. Absent away from doing his or her job. اللي بيحصل بقى, بيحصل بعد كده نبتدي نكون الفيفوريتيزم ده بقى. ان بابا عنده واحدة او واحد مفضل وماما عندها واحد او واحد مفضل. ويبتدي يحصل الـ over attachment أو الـ over bonding, نبقى قريبين جدا لولادنا وبناتنا. الست اللي جوزها مش موجود جنبها تبص تلاقي مركزة قوي على حد من الولاد, ويجوالي بيبقى ولد. She puts all emotions, invests so many emotions usually in one of her children, and usually it's a son, a boy, like a father figure. What happens after that? This boy will grow up and would perceive himself as a father,
يبقى احنا هنا دلوقتي we are committing a crime, two crimes actually. The first crime, we are depriving this child of being a child. نحرم الولد او الطفل ده من طفولته. نفس الحكاية مع الاب مع البنت. تعلق مع بنته من بناته كده زيادة. في حاجات غلط بتحصل. بص نلاقي الولد ده بيتعب والبنت دول بيتعبوا. يكبروا بعد كده يجوا يتجوزوا. تبص تلاقوا بيحصل لهم ايه؟ مش قادرين يعيشوا مع مراتاتهم كويس لانه تعودوا they got used to be treated like a husband or like a wife مع ال parents بتاعهم. And that's not good. This leads to many problems at home. خلوا بالكم. فيش حاجة اسمه favored. عيالنا كلهم يبقوا زي بعض. عشان كده احنا اوقات كتير اولادنا احيانا بيبقى عندهم مشكلة الغيرة. The problem of jealousy is so strong among our children and they feel it. طبعا في part of the of jealousy is natural. لما في عيل بيتولد له اخ او اخت يقول لك خلوا بالكم من البيبي احسن اخوه او اخته يجي يعضوه مش كده او يهبشوا فيه. حاجة كده بالنيتشر اللي هي الغيرة. فدي حاجات لازم ناخد بالنا لان احنا بنبقى السبب فيها. We are causing that. Spoiling versus violence برضو غلط. اللي احنا لازم التريتمنت تبقى لاولادنا وبناتنا اللي هي الفير بالانس تريت. What's called tough love. لا ندلع قوي ولا نشد قوي. Have to be flexible. عشان يبقى عيلنا حتى يطلعوا نفسيتهم متزنة مع بعض. الحاجة الرابعة اللي بتحصل common mistake من mistakes child raised by someone else. أنا أسيب طبعا دي كانت بتحصل في مصر كتير لأنه كنا نسمع إن اتنين متجوزين عندهم عيلين ثلاثة سابوا العيل الصغير تيتا وجده بقى يربوه وهم سافروا راحوا السعودية ولا الكويت ولا الدولة العربية عشان يعملوا قرشين. ونقول خلاص ما هو اللي بيربوه ده يعني ده خالته ولا عمته ولا تيتا ولا غيره. يقول لك ما حكى جلدك مثل ظفرك. يعني العيال دول اللي ما بيتربوش مع بابا وماما especially in the first few years of age بيطلعوا بعد كده بيبقى عندهم مشاكل هم نفسهم في البوندينج. بعد كده في منهم مش بيقدروا يتجوزوا بسهولة. ونرجع نلاقي السبب ان هم ما تربوش مع بابا وماما لما كانوا صغيرين. الجلت والشيم باكج ان احنا عيالنا وبناتنا ولادنا وبناتنا we play the guilt and shame games with them all the time. This is wrong. Big time wrong. ولادنا وبناتنا بيعملوا حاجات احيانا وهم صغيرين قوي بيعملوها out of innocence and we shame them. We make them feel extremely guilty. We punish them overly without need. عشان كده هم بعد كده بيتعبوا والجلت بيثبت ويطلعوا بايه؟ بمبدأ انه ربنا ده يعني هينتقم مننا. انا لسه كنت في بلد ما فيش شهر ولا شهرين وبيحكوا لي المدرسة بتاعت مدارس الاحد Sunday school teachers she asked her kids اللي هم second graders or third graders قالت لهم each one of you will draw the an image or picture of God. Most of them they did a good job with drawing Jesus in a very nice way, holy way, Saint Mary, things like that. One child in the classroom did something very weird. He painted God like a man sitting beside a big fireplace and flames, fire. And the face of God was just very serious and just something like sharar, flame coming out of his eyes. So she asked the guy, why did you draw God or paint God this way?
that way. And he said to her, because God is waiting for all of us to go there, and he will just throw us in this fireplace. يعني this surah اللي هو بيتعلمها من who told you that؟ المهم عرفت في الآخر إن حد في البيت غالبا مامته كان دايما تقول له ربنا هينتقم منك، ربنا هيخلص طاره، ربنا هيوديك النار، ربنا اوعى تعمل كده، ربنا هيزعل منك. تكس كلمة هيزعل منك. And every time we say that to a young child, God will be mad at you. Mad will be related to who? Who is the worst one at home when he gets mad? It's dad. لما dad بيبقى mad, بيبقى violent, بيبقى aggressive, and بيبقى uncontrolled, out of control. And that's how he started to paint God's image in his mind, like his dad when he's angry. شوفوا هنا بياخدوا الحاجة ازاي. They learn it from the scratch, from its main source, from home. And those are the kids who most likely will be vulnerable to leave church and leave God completely when they become adults. Once they reach age 18, 19, they say, okay, church is not mine anymore. God is not mine anymore. It's all yours. شوف احنا بنعمل حاجات ازاي. You have to be careful. Child neglect and child abuse are big time issues too, because neglecting a child is a crime even according to the law of land here. Child abuse, of course, is a major, major problem. Those children who were abused as children, as young, especially in the first 12 years of their age, even after that, as teenagers, they suffer from scars. They struggle with many issues emotionally and then socially in their lives, because of being neglected or abused, whether physically, sexually, or verbally, of course emotionally and mentally. So these are very important issues, but they need more time to talk about. Worry and depression. Are you depressed and are you worried? That's the main question that I ask frequently when I speak to young people. Our children, are you depressed? Are you worried? Well, we are so much worried today. عشان كده هم انتوا عارفين, you know that depression and anxiety are the most contagious emotional disorders and problems. يعني هاتوا عيل كده خلوه يتربى في بيت, البيت ده فيه واحد قلقان هيطلع هو قلقان, البيت ده فيه حد depressed هيطلع هو depressed. طبيعي كده. ما احنا before you we say, ما هو sometimes our children, طب انت يا ماما اللي انت بتقولي ان ابني ده لما بقى teenager ابتدى ينحرف بياخد drugs وحاجات زي كده ليه؟ انت عارفه انك انت كنت depressed all the time, وانت يا بابا نفس الحكايه, يشوف ان بابا ده قلقان قلقان على طول, all the time anxious and worried. They become anxious and worried. When we lose touch with God and reality, of course, احنا بنبقى depressed وworried عشان بنبعد عن ربنا, number one. And when we don't compliment each other, that's very important. ان احنا we have to praise each other. الراجل اللي ما بيشوفش ان مراته جميلة زي ايام الخطوبة وبينسى يقول لها انت حلوة وجميلة ولبسك حلو وشعرك كويس, ما جوزته بتتعب. والست اللي عمرها ما بتقول لجوزها كلمة حلوة, انت النهاردة شكلك كويس واللبس بتاعك ده جميل والقميص المنشي والحاجات الجميلة دي, ما برضو هو بيبقى محتاج لكده. ولادنا بقى it's another story. They need praise all the time. Those kids who are not being praised, they are so fragile. يكسروا بسهولة. لأن بيبقاش عندهم سيلف استيم وما عندهمش سيلف وورث. سيلف وورث قيمة نفسهم زي ما قلت لكم من شوية, they get their self worth from being appreciated and valued
in their parents' eyes. We need to compliment each other and praise each other. وبعدين حاجة التالتة بقى اللي بتعمل لنا قلق ان احنا we go to God, go by the letter. We go by the letter حتى مع ربنا. احنا حياتنا كلها مع ربنا we are following the letter. حتى عيالنا بيحصل لهم anxiety من الحكاية دي, واخدين كل حاجة بالحرف, الطقوس والصيامات والبتاع والكلام ده كله, لكن فيش روح, فيش حب, وفاهمين ان هم لما يعملوا الحاجات دي you go, when they go by the letter, this will bring the spirituality in their life. No, spirituality is about love, not about the letter. عشان كده احنا we live by the law of love, not by the letter. ولو ما كانش الطقوس بتاعتنا والتقاليد والحاجات دي الريتشوالز كلها, if they are void of love, they are meaningless. هتبقى زي عبادة الأوثان, لأن ما فيش ربنا موجود فيها. That's why we need to inject spirituality and love and God eventually. And we pass worry to our children, زي ما قلنا احنا بنعديهم لما بيقعدوا في وسطينا. The 4 Ds of depression, اللي هو disturbed feelings, distorted thinking, destructive actions, dysfunctional life, يعني دي حاجات بتحصل للناس اللي هم depressed. بس انا عايز اعبر عن depression by the following questions عشان تشوفوا عيالكم في البيت وتشوفوا نفسكم وتشوفوا بعض في البيت. Are you depressed? I feel sad all the time. I don't like myself anymore. I no more enjoy being with anyone. I don't enjoy doing good things like before. I have been having trouble with my sleep. I keep having aches and pains. I often feel like my life is not worth living. I want to die. يعني. If we have some or many of these statements all the time, then we have to raise the flag. لازم نفكر. عيالنا دول سبب depression. عندهم depression ولا لا. وإيه السبب. And how can we handle that or manage with that if needs treatment or anything. Last thing is about addictive behaviors. And this is something that's very important because that's one major thing that we are facing these days. Not only with our children, even with ourselves. When we ask ourselves this question, are you still in control? Do you think that you are in control? Very important نحن نجاوب النهاردة to answer this question. Issues of loss of control, teaching delaying gratification. احنا ما بنعلمش ولادنا من هم صغيرين to delay their gratification. كل حاجة سهلة عندهم, حتى الفلوس على الشجرة. زي ما قلت لكم بندلعهم بندلعهم. نديهم كل حاجة. That's not good. Spoiling. عارفين the best example of delaying gratification is what? Fasting. لما بنتعلم. واحنا مش هنعلم ولادنا ان هم يصوموا, نقول لهم صوموا. No. They grow and they watch us fasting at home. لما يلاقوناش احنا بنصوم, حتى لو هم بيصوموا, بيصوموا حاسين ان هم بيعملوا حاجة زيادة, ممكن بعد شوية يبطلوها. لكن لو هم يشوفونا احنا وهم صغيرين ان احنا بنصوم we fast, هيقولوا احنا عايزين نصوم زيكم. نقول لهم لا لسه صغيرين ما تصوموش. يقولوا لا احنا عايزين نصوم زيكم. طب زي بعض وهنصومكم اسبوع, طب 10 ايام, طب هنزود, لغاية ما هم يبتدوا يحبوا الصيام. And fasting becomes like part of their nature. So that's something good in our church, delaying gratification. Impulsiveness, حاجات اللي بتطقف عليهم ما بيفكروش. ما بيفكروش. تلاقي الحاجة كل لسه كان في يعني أمه بتكلمني بتقول لي يعني أنا مش عارفة إزاي أوقف ابني من الحاجات بيعمله. أقول لها بيعمل إيه؟ تقول لي مرات يعرف كده إن في بنت قاعدة في البيت لوحدها يكلمها ويروح لها في البيت. طبعا البنت ممكن تبقى تحت إغراء إنها تشوف ولد على الباب ما يكونوا تين إيجرز وتخش ويعمل. طبعا الواضح إن الولد ده ما بيفكرش, ما بيفكرش البنت دي ممكن يحصل لها إيه وتبقى مسؤولية عليه. وما يبقى عنده لسه 16 17 سنة والبنت عندها 15 سنة وتحصل كارثة في حاجة زي كده.
we need to teach our children to think. عارفين ما نقول لهم count from 1 to 10 before you do any action. That's how you deal with impulsiveness. اللي هو الاندفاع. Temper problems and violence. Same thing, loss of control. ودي طبعا بقى كلها عبارة عن role modeling issues. يعني كلها بيشوفونا في البيت بنتعامل ازاي. بابا لما بيتنرفز بيعمل ايه. ماما لما بتغضب بنعلي صوتنا بنشتم بنزعق بنضرب بنتخانق. بيشوفونا بننام في نفس الأوضة مع بعض أوضة النوم ولا كل واحد بينام في أوضة. بيشوفونا إزاي إحنا بنصحى الصبح نقول صباح الخير وصباح النور. They read our language. They know when we are depressed and we are not in good terms with each other. They know that. حتى without violence, without losing temper. But still, if we are, temper is bad all the time. This is not good. It's not Christian. Making bad decisions, طبعا, that's the outcome of losing control. And then falling victims of addictions and self-destructive behaviors and endly leaving God for a different one. And these are the last three things that are extremely dangerous, serious these days. Falling victims of addiction and self-destructive behaviors. عارفين ولادنا النهاردة بيعملوا ايه؟ How do they spend their time? كان زمان يعني 10, 12 years ago, maybe around that time, our children used to talk to each other either on the phone or in church. Now, today, can you believe like more than 60% statistics, I don't have it with me, of kids at age 11, they all have email access, they have cell phones, and they have access to the internet. In the old days, our children used just to talk on the phone. Now, look what they are doing, even in church. قاعدين كده على الكنبة في الكنيسة. And they are bowing down. Oh, God, that's very beautiful scene. عيالنا بيصلوا. No! هما مش بيصلوا. هما ماسكين حاجة في ايديهم اسمها السيلفون وtext messaging each other. وهما باينين كده مطين بيبقوا حتى قاعدين كده sitting في ال presentations وعمالين texting each other. اللغة اللي هما بتاعتهم اللي بيتكلموا بيها النهاردة it's a completely new language. When you go into the chat rooms and say حاجات MySpace وFacebook والكلام ده look into this language كلها جايبينها من حاجة جديدة كده طالعة اسمها the American Urban ولا New Urban American Dictionary ده dictionary كبير على الانترنت في كل المصطلحات الغلط السلانج بتاعت هنا North America بيتكلموا بيها على طول واحنا مش فاهمين يقول لك لول ايه لول دي احنا كنا نعرف لول دي تطلع ايه لاف اوت لاف و اي اي دي كي اي دونت نو لغه ما تخشوا كده في المره الجايه كده يبقى اجيب لكم سلايدز وحاجات اشوف لكم ازاي بيتكلموا ولادنا وبناتنا النهارده شات رومز تكست مسجنج انستنت مسج لغات كتيرة بعدين الويب كام وبعدين الماي سبيس وبعدين الايباد والايفون كل الحاجات دي مش عارفين حتى النهاردة نظامهم يعني the way they marry انا لسه كنت بقول لهم بكرة عندنا اجتماع هنتكلم في الشباب زمان كانوا بيتجوزوا الناس يقول لك الفيس تو فيس مارج يروح يقابل البنت وياخد النهاردة المارج is فيسبوك مارج اتجوزوا من فيسبوك كله دلوقتي فالحياة كلها بتتغير النهاردة نظام الحياة طبعا عيالنا بعد كده بقى لو وقعوا في الحاجات الادكتيف بقى بورنوغرافي ودي قضية كبيرة جدا بس ما عندناش وقت نتكلم فيها خطيرة ولادنا النهاردة بص الاقي ام بتكلمني تقول لي دخلت البيت لقيت ابني عنده 6 سنين 6 سنين قعد مع اخوه يمكن اكبر منه بسنتين وبيتفرجوا على حاجات وحشة اتفرجتوا عليه ازاي يا ولاد عملتوا كده ايه ده ساعة طبعا الام غلبانة جدا
يقولوا لها ماما ده طلعت لنا دي اللي هي مش عارف سموها ايه، البوب ان ولا بوب كورن حاجه كده يعني. حاجه فالبوب ان دي تطلع لهم وتجيب لهم بقى حاجات بلاوي بقى في الصور والمناظر. وبعدين تقول لي بقى الولد بعد كده كل يوم ينام يصحى في نص الليل كابوس ويعيط ويصوت شايف مناظر وحاجات زي كده، حاجات كتيرة بالمنظر ده. النهاردة كل يوم والتاني بنسمع ولادنا بيتعرضوا لضغوط وحاجات كتيرة منها أديكتيف. بروح البلد ألاقي الأب اللي جايب لي ابن شماس ومتفوق جدا عنده 15 سنة بيقول لي اكتشفت إنه بيشرب ماريجوانا. وأقعد مع الولد أقول له حبيبي أنت إيه اللي خلاك، إيه اللي حصل؟ ولا حاجة يا أنكل، ده أنا كنا يعني بعد المدرسة والعيال قالوا لي تعالى نقعد كده مع بعض، وبعدين طلعوا حاجة وقالوا لي جرب دي حاجة جميلة لما تشمها ولا تاخد نفس هتعدل لك مزاجك. And he tried it once, experimented with it once, and it happened. He liked that. He fell in love with marijuana at age 15. شماس و excellent grades in school and so on. وحنشوف المثل اللي هختم لكم بيه آخر الحديث بتاعنا، هنشوف إزاي دول ولادنا وبناتنا دول بيبقوا vulnerable. عشان كده احنا في الآخر سلايز دي بقى نبتدي نحط كده إيه ملخصات summaries كده. Essential needs of our children: balanced tough love, undefeatable hope, godly unconditional acceptance, godly unconditional forgiveness, channels to express their feelings, spirituality rather than religiosity, sorry, being religious يعني. Socializing with absence oriented. يعني فاهمين الكلام ده بالعربي؟ الابسنس اورينتد اللي هم اولادنا اصحابهم لازم يكونوا بيؤمنوا بمبنى الابسنس. لما تبقى بنتي ماشيه مع بنات يكونوا lost their virginity او they are sexually active يبقى خطر على بنتي. ابني لما يطلع مع اولاد وانا عارفه الاولاد دول بيشربوا او بيستعملوا حاجات وحشه او having sexual adventures يبقى خطر على الولد ده، وهكذا. المعاشرات الرديه تفسد الاخلاق الجيده. وبعدين حته spirituality دي rather than religiosity اللي هو ما نبقاش الموضوع بالحرف. Channels to express their feelings, godly unconditional acceptance, love, وكل الهوب والكلام ده كله. So please help them feel safe, secure, and significant. انت لازم تساعد ولادك وبناتك مش بس مراتك وجوزك. This is very important to feel safe, secure, and significant. يعني ايه feel secure؟ النهارده انا لما اعرف انه مثلا حتى بيني وبين مراتي او بيني وبين جوزي، الست معروف انها يعني بتتكلم كتير 15000 ل 18000 كلمه في اليوم. That's the average spoken words for ladies, 15 to 18,000 words a day. For men, gentlemen, it's only 6 to 9,000, less than half يعني. ها؟ All day long. And one is talking all the time and the other is not listening. Sometimes it's the opposite. In few cases I saw a husband, for example, who speaks 20,000 words a day and his wife speaks only 1 or 2,000 words. The outcome in the wife can, she was very depressed. But when the wife is speaking too much and her husband is not even talking at all, of course he gets depressed. You know why? This makes you feel very unsafe, very, very insecure when you cannot express yourself and nobody listens to you. وبعدين افكركم بموضوع الايه؟ الفيلينجز. لما بنتكلم فيلينجز. To raise their self-awareness معناها ايه؟ معناها انه عيالنا لازم نخليهم شعريم هم بايه؟ عارفين بنعلمهم الحكايه ازاي؟ اقول لهم ايه؟ Just imagine yourself when you drive a car and you are on the driver's or in the driver's seat and
You are focusing on the road. Can you break the red light? And they say, no. Can you move from one lane to the other without looking around or the mirror? No. Okay. If someone is sitting beside you, like your friend, your dad, your mom, brother, sister, and they are talking to you, or you are turning on the radio or the CD or anything, and you are listening, does this mean that you are not focused on the road? He said, no, of course not. I cannot do that, otherwise I will make an accident. That's بالضبط هو ده المقصود بالسيلف اويرنس. إن الواحد ما يغيبش الوعي بتاعه، إن الواحد دايما قاعد قدام عجلة القيادة وبيسوق العربية، لكن عينيه على الطريق باستمرار، حتى لو بيسمع حد بيتكلم، حتى لو ناس بيتخانقوا في الكرسي الوراني، ما يقدرش يغيب عن الطريق. بنعلم ولادنا الموضوع ده لأنه بنخليهم فاهمين هما بيعملوا إيه. Learn how to deal with reality. لأن عيالنا الدنيا اللي عايشين فيها دنيا الفيرشوال، ودي نقطة مشكلة زي ما بقول لكم. مثلا النهاردة الكوميونيكيشن والهاي تك ثينجز والبورنوجرافي والحاجات دي بتصور لهم العالم ده كله حاجة جميلة، حاجة بس جميلة ايه؟ مش ريال، حاجة فيرشوال زي الحقيقة. في فرق بين فيرشوال وريال زي ما انتوا عارفين حتى في اللغة. فيرشوال means something very close to real but not real, maybe better than the real even. عشان كده عيالنا لما بيتعودوا على البورنوغرافي for example، عارفين بورنوغرافي means ايه؟ what؟ الحاجات الغلط بيشوفوها الجنس في الانترنت والحاجات دي، بعد كده بيجوا يتجوزوا بيتعبوا في الجوازة بتاعته because البادي والمايند والانستينكس كلها اتحطت في شكل virtual not real. real life بقى فيها حب، فيها give and take or give and sacrifice rather in order to take، فيها حاجات كتيرة حتة الحب والمارج وكده، لكن هم تعودوا على الايه؟ السلف gratification وخلاص and they don't care. عشان كده احنا بنشوف مشاكل النهاردة بعد ما يتجوزوا بسنة واتنين وتبتدي المشاكل تحصل بسبب ان هم they don't want to give up on the old man, the old nature بتاعت الخطية والحاجات الغلط. They need to learn how to live in reality. Manage with the future. Become leaders, not followers. This is very important. عيالنا، نحب عيالنا دايما يبقوا leaders, not followers. أخاف قوي قوي. I worry a lot. I worry. I get very concerned about those kids who are followers and who have worldly heroes. يعني اسأل الولد أو البنت مين البطل بتاعك ومين البطل بتاعك، هيقول لك مثلا ايه؟ مايكل جاكسون مثلا اهو مات خلاص، يعني البطل بتاعهم ده اللي قعدوا يهيصوله قد ايه كم سنة، الكينج بتاع البوب ميوزيك مات، ومات في يعني بطريقة يعني صعبة جدا، يعني ادي البطل بتاعهم. لكن what about a hero like Jesus Christ؟ بلاش يا سيدي، حط البطل بتاعك one of the saints، ولا البطلة بتاعتك one of your saints Saint Mary Saint Damien. What about your dad؟ حتى الداد انا اخاف قوي بقى لما يقول لي مفيش فيه بطل، البطل بتاعي هو انا نفسي. ده هيبقى مصيبة كبيرة لما يكبر. فالمهم عايزين نشوف عيالنا دول البطولة عندهم ايه. The value of heroism, being hero. Hero, finding a hero or a heroes. And having this role of becoming leaders, not followers. Very important. عشان ما يعوش في الغلط. Feel spiritually gratified and find happiness in Christ. So, the قبل ما اخش في المشكله بتاعت الايميل ده اللي جالي احكي لكم عنه، عايز اقول حاجه جوه البيت قبل ما انساها. حته الفيلينج دي عشان ارجع لكم تاني، في حاجه اسمها validation of feelings.
ان ولادنا وبناتنا دول يبقوا حاسين ان هم مسموعين، لما يبقى عندهم احاسيس نسمعها ونقول لهم صح احساسك مظبوط. عارفين اللي بيحصل الديالوجز، what happens usually stereotypes at home. My son may come and say to me, Dad, I'm a little worried today. And I say, oh, don't be worried. Just go and read your Bible and pray and your worries will be gone. Is that good? Of course not. It's bad. شوف احنا بنقول له ايه؟ نديله a great advice. يروح يصلي ويروح يرى الانجيل والوري هيروح. No, before then, هو الصلاة والبتاع ده مش هيجيب نتيجة زي ما تقول له أنت yes يا حبيبي you are worried. I say I notice that you are worried. Oh that thank you. Thank you. Now you can feel what I feel. زي كده العيان الدكتور بيجي يفحصه كده ولا يفعصه وبعدين يحط ايده كده في حتة يا دكتور انت حطيت ايدك في الحتة اللي بتوجع بالظبط هي دي. عيالنا واحنا كمان كبار بنحتاج نحس ببعض. عشان كده بفكركم بالتدريب، فاكرين اللي قلت لكم في الاول لما هنروح البيت هنعمل ايه؟ كل واحد هيسال التاني how do you feel and we listen to their feelings. حتى عيالنا حتى الصغيرين، وفي ناس ما بتحبش تتكلم على الفيلينجز بتاعتها بيخافوا. ليه؟ sometimes when we talk about our feelings we cry we lose it. طب وماله؟ مش غلط ان انا اعيط وابكي اذا كنت في حاجه مضايقاني. المسيح نفسه بكى. That's not right. Nothing wrong with that. Christ wept at one point. So but it's bad لان احنا حاجات اتعلمناها من مصر، خصوصا الولد اللي يعيط ده يبقاش ولد ما يبقاش راجل. اوه يا ما شفنا ناس تعبانين جدا لما كبروا لان هم بيقول لك انا عمري ما عيطت. Thank you. That's not right. We need to encourage each other. We need that to do that by validating the feeling. حسيت انه حد فيكم واحد منكم hurt مجروح، قولوا له انت شكلك مجروح، انت شكلك متضايقة. نتكلم مع بعض. This is very important. Validate the feeling عشان الناس تستريح جوه البيت. انا عايزين البيت ده يبقى ده المستشفى بتاعتنا بدل ما نروح بره للدكاترة. ولما احنا نخف بقى شوية ونستريح نروح لربنا بقى نصلي ونحس بحب ربنا. And we feel God's hand, healing hand, healing touches in our heart. And that's how we change and we grow day after day. قصة البنت دي just it happened and أنا يعني one day her dad called me in an emergency and said this my girl we found a suicide letter on her desk. خطاب انتحار. بنت عندها 15 سنة. وبعدين هما بعتوا لي الجواب ده ومعايا الجواب ده، يعني معايا هنا في الشنطة صورة منه، يعني لأنه جواب مؤثر جدا. حبيت أختم بيه عشان أقول لكم إزاي عيالنا أولادنا وبناتنا دول يستفيدوا جدا لما إحنا نكون قريبين منهم ونعرف مشاعرهم وما نعملهم ما نبقاش perfectionist معاهم، بالعكس نبقى realistic معهم ونتوقع ان يبقى عندهم مشاكل. We have to expect they may have problems. الجواب نفس الكلام، انا ما غيرتش ولا كلمة فيه غير ان شلت اسمها لما مضت في الاخر واسم اختها. بتقول لهم family by ده العنوان، بتقول لهم I am really sorry for the pain I have caused you guys this year. I clearly don't deserve to be in such a loving family. ما استاهلش ابقى عايشه في وسط الاسره اللي في كلها حب، بالرغم ان الاب والام ما هماش بيرفكت في كل حاجه وعارفين كده، لكن شوف عيالنا الحلوين سن 15 تين ايج بيقولوا لنا ايه. شوفوا الكلام الجميل يقطع القلب. You have given me everything and I have done nothing
but abused it. كل اللي انتوا اديتوهوني اسأت استخدامه. I have done nothing but make your lives worse, so I think I have to leave. لازم امشي. That's the best way to make everyone's lives better. You will be happier without suffering. Yeah, everyone makes mistakes, but I have made one too many. حبيبتي كان ضميرها وجعها جدا. They have not only hurt me, but everyone around me. Without me, none of this would have happened, and you guys would have been a happy family of three. بابا وماما وأختها الصغيرة. For the record, you guys are the best. وحطت لهم 2 stars جنب the best. The best parents anyone could ever ask for. Without me, none of this would have happened, and you guys would have been a happy family of three. وبعدين بتقول لهم I wouldn't want anyone other than you guys raising me. يعني هي لو رجعت للحياة تاني بعد ما تموت واختارت parents هتختارهم هما. شوفوا الكلام. And I am the one at fault, not you guys. هي اللي غلطانة. My sister name, حطت اسمها يعني, will be awesome. And I would have, should have, but am not. ودي كانت آخر حاجة في الجواب بتاعها. البنت دي نشكر ربنا كلمتها على طول وبعتت لي جواب طويل بتشرح لي فيها مشكلتها, بس الجواب مش معايا دلوقتي, عندي موجود يعني. بس بتحكي ازاي البنت دي انها ابتدت تبقى فولور لما كان عندها 15 سنة كملت, راحت مع أولاد وراحت عملت معهم شوب ليفتينج واتقبض عليها وجم أهلها نجوها, وبعدين ابتدت بقى تتعرف في مدرسة, العيال بتقول لي ابتدوا يقولوا لها كلام مش كويس, حاجات بقى سكس وكلام من ده. وفي يوم من الأيام واحد زميلها في المدرسة, مش ملهاش علاقة بيه يعني جسدية, بس she did something bad, ده يعني تعبها جدا, انها قبل ما الولد ده يطلب منها بالصدفة اتفرجت على حاجات مش كويسة pornography في الانترنت, وراحت بعتت له صور ليها وانزعجت جدا ان الصور دي ممكن تنزل على على الفيسبوك وباباها وماماها يكتشفوا الحكاية دي وتسبب لهم فضيحة, فقررت انها تنتحر يعني تخلص من حياتها عشان ترجع عشان تسيب بابا وماما واختها يعيشوا حياة سعيدة. طبعا هتقولوا طب ايه الغلط اللي عملوه بابا وماما يعني. الحقيقة انا ما قعدت معهم كتير بعد كده, شفتهم في زياراتي للبلد اللي هم فيها, حسيت ان هم اب وام كويسين جدا ومخلصين جدا لربنا, بس الطريقة الغلط بقى اللي هي الشد الزيادة والايه والدلع الزيادة, two extremes يعني extreme toughness to the extent sometimes they used to hit her, وبعد كده يدلعوها على الاخر ويجيبوا لها كل حاجة هي عايزاها. فبيحصل في الإنسان من جوه حالة instability, عدم استقرار نفسي, تخلي العيال دول very vulnerable for guilt, for depression. البنت دي بعد كده مرت يعني بعد 6 شهور بعد الحادثة دي مرت بأبس اند داونز, واضطروا أهلها إن هم ياخدوها معاهم وينزلوا بها مصر ويقعدوا هناك
عشان يبعدوها عن الجو الوحش اللي هنا. طبعا كل الموضوع يعني يمكن فيه حاجات مش كل الناس بتعاني منها وحالات نادرة شوية، لكن بيدينا شكل الحيرة اللي احنا بنقع فيها كبيرنس وما بنعرفش ناخد بالنا من عيالنا. لكن I think if we pay attention to all what we mentioned today, our life will be better. البنت الأولانية اللي أمها اكتشفت إنها عندها ميول تبقى لسبيان، عرفت أو اكتشفت، افتكرت الأم إن البنت دي لما كان عندها 3 سنين 3 years old كانت قاعدة بتلعب مع أخوها الكبير، في فاميلي جات من الكنيسة، والأب في الفاميلي ده واحد يعني شخصية معروفة كبيرة وعنده ولدين، والولد الصغير ده الصغير عنده 12 سنة دخل وخد البنت كده في الجنب وقعد يلمسها بطريقة مش مظبوطة، sexual molestation يعني. And that's how البنت جرحت جرح كبير جدا وعمرها ما اتكلمت مع حد، اخوها بس هو اللي خد باله من الموضوع ده وراح قال للماما، وماما خدت الموضوع ببساطة، دي لسه عيلة مش هيحصل لها حاجة بعد ما بتكبر. لكن حاجات كتيرة من اللي احنا بناخدها ببساطة بتحصل منها حاجات غلط. انا اكتر حاجة بقوله للولاد لو لابائنا والاباء والامهات، keep an eye on your children. Don't just let them be somewhere that you don't have trust in that place or in that person. Be careful. كتير احنا كنا بنغلط الغلطة دي، بنسيب ولادنا وبناتنا مع شغالين وشغالات بوابين وغيره، بيحصل منهم حاجات غلط وتأثر فينا وفي ولادنا وبناتنا، قصص كتير. She was three at that time. But sometimes the younger the age, the more serious are the consequences will be. حيالنا واحد بيسمع حاجات كثيرة كل يوم وقصص، لكن I try just to put a summary of what we need to do with our children. That's why we always say, give them hope, please. The hope is in God. With God, all things are possible. Thank you so much for your listening. And please pray for me. Glory be to God forever. Amen. Thank you. Questions? How to take the teen away from the internet, Facebook and chatting, which is very harmful. I always believe that protection is better than treatment. Okay. Usually teenagers who, thank you, who slip in such self-destructive behaviors, usually they are either one or the following: being exposed to violence, abuse, or neglect. Number two, have no role models, good role models at home. Number three, are not being attended, which is actually neglect. يعني النهاردة today عيالنا الصغيرين ما بنحط في الفلترز على الانترنت. It's very important now. في فلترز النهاردة وفي ناس اكسبرت في الحاجات دي. Number four, please focus on joint activities with your children when they are young. حاجات فيها fellowship, love, spirituality, and so on. الرول موديل هنا مهم، يعني ولادنا
وبناتنا وهم صغيرين قوي, if they are still young, when they are still young, and we sit with them to watch the TV. It's good. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه why it's important to watch the TV with them when they are 4 and 5 and 6 and 7 and 8. Then at that time you have the remote control. You are in control as a parent. And when it happens that some scene, bad scene, sex scene or anything that is inappropriate, and you change the channel immediately, they notice that. They know, they develop what's called the conditioned reflex in their mind. And they know that these scenes, sexual scenes, obscene, inappropriate, violence, are not good to watch. And they will do the same. And they will become very sensitive, oversensitive to things like that. And if it happens that they were admitted to scenes like that through their friends, ما بيحصل. أنا فاكر بالظبط كده زي اليومين دول, I was in one city on the East Coast, and a kid, 11 years old kid, he was still before pre-adolescence, he's not yet in puberty. And he told me a story about when he was in Egypt before immigration, 3 years earlier. And young kids, peers in school, give him a small slip of paper written on it. It was just like some English letters. قالوا له كده لما تروح مش عارف English ولا عربي حتى. Just type these letters on the internet. وروح الولد عمل الحكاية دي and he was shocked. It was scenes and scenes of sex and pornography. كان بيقول لي في حاجات كانت animals, homosexuals, وحاجات ولد مش قادر حتى يتكلم على الحاجات دي. بس ولد بيقول لي since then أنا I am so disturbed. طيب فين البيرنتس اللي في البيت وحاطين فلترز على الحاجات دي؟ الولد التين ايج ده, تين ايجرز ار نوت الاود تو واتش اور تو سيت ان فرونت اوف ذا كمبيوتر الون اور ان ا لوكت روم. بيج ميستيك. They need to put the computer in an open, طبعا يكون PC مش لابتوب, ومحطوط في open area, family area or living area. Everyone once in a while حد بيمر بيمشي. ما يتسابوش لوحدهم وتخرجوا وهم الكمبيوتر مفتوح. It's not right. Yes. And they need to know that. There's nothing wrong to tell my children, it doesn't mean I don't trust you because it's not a matter of trust. It can be a coincidence. حاجة تحصل by mistake. Something may happen. You need, when you open the internet, somebody has to be at home until you become, say, 16, 17, or even 18. They are still underage until they are 18. هيزعلوا في الأول, يتضايقوا, بس these are rules. Rules. زي ما الولاد مثلا والبنات ما تسيبوهمش يروحوا اوفر نايت سليب اوفر في بيت حد تاني when they are 11, 12, and 13 and 14. That's a very vulnerable age. Dangerous. أحيانا بيروحوا they spend السليب اوفر ده ويرجعوا لنا بحاجات وحشة قوي. Damaging. كتير من مشكلة الهوموسيكشواليتي تبتدي في الفترة دي بسبب حاجات زي كده. And so on. So please, please pay attention to that. ازاي تقوي شخصية ابنك او بنتك اذا كانت طبيعة شخصيتهم ضعيفة وهو follower مش leader? You praise and encourage, but they have very shy personality. هو هما they are followers. You know why? البنت دي اللي جبت لكم كتبت suicidal letter ده, she was a follower. You know why?
because she didn't have chance to express her feelings openly. With this, that has been the biggest problem for me when I said to counsel her, this girl. البنت ما بتتكلمش feelings. وتلاقوا وشها كده عليها ابتسامة البس ماسكت فيس، عارفين يقول لك flat emotions, numb. لأن she didn't, she never was used to express her emotions. العيال اللي ما بيعبروش عن رأيهم في البيت وناخد وندي معاهم في رأيهم وفي مشاعرهم، دول هم اللي بيبقوا followers. لكن في بقى في البيت Christian democracy، كل واحد بيعبر عن رأيه ونسمع له حتى لو رأيه ما بيعجبناش. That's good. That's how we help our children become assertive. كل ده. And how and then they when they say when they hear some invitation to do the wrong thing, they will say, no way. I am a leader, not a follower. You praise and encourage, but they have very shy personality. علاج الشاينس هو كده. Shyness, they need to talk about their feelings. حتى ما يبقوا شاي، نقول لهم انت شاي. مش شاي، شاي. شاي يعني احنا بنقول له انت خجلان. You are يعني little bit. والشاينس ايه عبارة عن ايه؟ Sometimes shyness is an expression of worry. مش كده؟ يبقى الواحد كده شوية خايف يتكلم، ما يتعودش، ما نطقش. نلاقيها كتير في الميدل تشيلدرن الموضوع ده. لما يبقى عندكم ثلاث عيال تلاقي الميدل تشايلد maybe either very aggressive or very shy. الشاي ده لو ما طلعش من الشاينس عن طريق healthy parenting وعن طريق الكنيسة والمسيح وكده بيتعب بعد كده. هل يوجد برنامج تدريب؟ بس انا مبسوط انه هنا البيرنت بيقول يو بريز اند انكارج، ذاتس فيري جود. هل يوجد برنامج تدريبي للاولاد لبنائهم حسب التربيه السليمه المسيحيه في مختلف اعمارهم منذ الولاده الى سن اعتماد النفس؟ انا بشجعكم تقروا كتير وتتعلموا وتخشوا على الكريستيان ويب سايتس في الانترنت اللي بتتكلم عن raising children, how to raise your child. زي ويب سايت بتاع دكتور جيمس دوبسون, focus on the family. Focus on the family, this is a very good Christian website. وليها السنتر هنا مش بعيد منكم هنا في كولورادو سبرينجز. عندهم big institution, ثلاثة big buildings عندهم. اللي يروح هناك اللي عايز يثقف نفسه عن تربية الأولاد والتين ايجر والحاجات دي يعمل رحلة هناك. احنا لسه كنا بنتكلم من شهر كده بالظبط مع الآباء الكهنة بتوع الدايوسيس في لوس أنجلوس، واقترحنا مع سيدنا هناك إن احنا نبعت بعثة من الآباء الكهنة يروحوا يزوروا السنتر ده عشان يجيبوا لنا ماتيريال للبيرنتينج وللماريج والتين ايج والأدوليسنس واليوث والحاجات دي كلها. فاقروا اقروا في حاجات، وفي حاجات بالعربي في مصر. في دكتور نبيل باقي عامل كتاب عن اللي هو المسيح في الزواج والاسره، وفي الدكتور مجدي اسحاق، وفي دكاتره كويسين، دكتور اسمه الدكتور فيكتور، ناس كتبوا بالعربي. في ناس طبعا هنا في امريكا ناس مسيحيين كويسين جدا ما بيخشوش في المواضيع العقائديه. من الصعب بل من المستحيل أن تجد شخص واحد يجمع كل هذه الصفات من غير عيوب. هل يوجد وسيلة أو طريقة معينة لجمع معظم هذه الطرق والوسائل في شخص واحد؟ لو كل هذه التحديات، ما هو that's why it's اللي هي تحديات، يعني these are challenges because it's tough طبعا. And we need God. Of course, يعني first and last, we need God's wisdom, we need to be spiritual, we need to know the Bible all the time. البيت عشان كده بقول البيت الحلو هو البيت اللي ابتدى بالصلاة وقراءة الإنجيل. دايما أقول للجماعة المتجوزين جداد كده، أقول لهم لو ابتديتوا جوازكم إنكم تركعوا
وتصلوا وتقروا الانجيل قبل ما تطلعوا السرير، البيت بتاعكم ده هيبقى فيه بركه، لان المسيح وكلمه الله هيبقى موجوده فيكم. فانا اعتقد ان دي من احسن الطرق واضمنها لمقابله التحديات، زائد ان احنا بنعلم نفسنا طبعا. How to bring back someone back to God? Someone who chose to deny the existence of God. The best thing is two things here. Number one, to let this person express his feeling or her feelings towards God. يعني خلوه يتكلم في الأول، يقول إن أنا I am mad at God, I am angry at God, I don't believe in God. اسمعوا له، لما نسمع كويس listen يعني listen and show interest. And كل ما يقول حاجة قول له yes I understand. مش تقولوش إن أنا I agree with you. I understand, I understand. The second thing is to show that person God's love practically. ياما الواحد شاف حياته ناس من الشغل بتاعه، كان في منهم ناس بيبقوا يعني، اشتغلت كتير مع المدمنين في الشغل بتاعي، لان الادكشن was my high specialty addiction treatment. فالناس دول كتير منهم يجوا يكلموك غضبانين جدا على ربنا وعلى الحب على ربنا، ده ما بيحبهمش، وانه انه انه كلام كتير. لكن بيحصل منهم بعد كده اللي بيلاقي حب ربنا في شكل او اخر بيتغيروا. وده اللي بيعمله المسيح في حياتنا احنا، ان هو بيستخدمنا احنا عشان نوري الحب بتاعه للناس التانيين. We demonstrate the love of Christ to those who do not know Christ. I have a teenage son, polite, successful, pray, everything is fine with him, but he has five signs of depression, the depression you mentioned. Please, what I do? Thank you. Be sure that these are real signs. جايز انت متلخبطه او انت متلخبط، وانه مش ما يكونش عنده كل الساينز. يعني مثلا ما تلاقوه هادي كده وقاعد لوحده في الاوضه بيذاكر، تقول ان هو ما بيحبش يتكلم الناس، بالرغم ان هو ممكن يكون بيصلي او بيعمل حاجه كويسه. فبي شور. لكن لو فعلا في الفايف ساينز اوف ديبريشن دول وهو تين ايجر، وي هاف تو let him talk more about his feelings. مش معنى اللي عندهم الساينز دول معناهم محتاجين لدكتور او لدواء. Not all of them of course. Some of them but just need to express their feelings. يمكن متضايقين، جاي شايفين ان في البيت في خناق، في زعيق، او مفيش بابا وماما بيحترموا بعض، او اي حاجه، او يكون طفل عنده مشكله مثلا غيره شويه، حاسس ان بابا وماما بيحبوا اخوه او اخته اكتر منه. حاجات بالشكل ده، ندور على الاسباب العامه التانية اللي يكون هو زعلان منها ونشجعه انه يتكلم عن مشاعره. How do I differentiate between different ages for my children when it comes to use filtering the internet? How do I differentiate between different ages for my children when it comes to use filtering the internet? Well, I mean, it needs hard work. وبعدين بيقول how do I convince my children with the great benefits of the church. الجزء الاولاني بتاع السؤال، ان احنا using filtering internet، لا، الفلترنج بينطبق على الكل، مش هينطبق بس على اولاد في سن معينه اولاد تانيين. كل حاجه هتبقى فلتر، الا لو كان في حاجه معينه، بحث معين بيعملوه الاولاد الكبار، ودي حاجه تبقى تعمل سبيشال ريكويست وسبيشال تايم، ونبقى فاهمين الكبار ان دي حاجه سبيشال ليهم ويتعاونوا معانا. يعني I expect العيال الكبار يساعدونا عشان العيال الصغيرين ما يتعبوش. We have that's why we communicate، مش كده؟ فايده ان احنا communicate at home. موضوع ان احنا نقنع اولادنا بانه الكنيسه حلوه، it doesn't need to convince. خلوا بالكم، convincing means ان انت يعني you are giving them instructions and advices, or it's not does not work with your kids most of the time. You convince them by you become a role model, an example for them, and live this life of the church at home. لما يحسوا ان الشيرش دي فعلا
باينة على حياتك، في تصرفاتك، في حبك واحترامك للموجودين في البيت، بيحسوا بوجود الشيرش. This is much better than convincing them or talking them or advising them. When my son says you don't trust me, or why you say no to any party if you don't have, if you don't know who is in the party. Well, that's why dialogues and communication is important. When we communicate things with our children, يعني مثلا هقول لكم just مثل، ابني جاي يقول لي انا بحب البنت دي، وابني ده عنده 16 سنة. هقول له طب خلاص انا هروح اخطبها لك، I'll, يعني have you in, get engaged، تتجوز. No 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 I can't. البنت اللي هي مثلا تقول ماما انا I have a crush on that boy، ولا خلاص انا خليه يتقدم ونخطبك تتجوزه. احنا بنتكلم ده طبعا مش بجد، بس احنا بنحاول ايه نخلي عيالنا يفكروا to think and make better decisions. عايزين حاجه تعمل لهم تشالنج. يقول لك لا ما هو انا لسه صغير. طب اقول له طب what's the purpose of having a relationship between a boy and girl in your age؟ يقول لك fun. What do you mean by fun? Don't you think that fun is dangerous sometimes? Just think and don't think. And I have مثلا معايا statistics، احصائيات الولاد اللي هم دخلوا في علاقات. انا ما جبت لكمش الستاتستيك دي، موجوده معايا يعني. اللي بيخشوا في علاقات بدري بيحصل لهم ايه، واللي بيحصل كل الحاجات اللي هي دي بتحصل للولاد والبنات في السن ده بنقولها لهم. عشان كده بقول لكم ايه، دايما بي ارمد، خليكم مسلحين. عيالنا عايزين حد يكون فاهم ايه الحاجات اللي بتحصل معاهم، ما يبقوش هم في وادي واحنا في وادي، وكل شويه عيالنا يقولوا لنا dad you don't understand، mom you don't understand. ما دي اكتر كلمه بيقولوها لنا في التين ايج، مش كده؟ لكن احنا عايزين نقول لهم لا، no we understand، تعالوا بيحصل كذا كذا كذا. البارتي دي انا مش معترض على البارتي، you can go to the party، بس I want to be sure that you are safe with that party. What do you mean by being safe dad? Okay sit down, we'll talk about safety issues and tell them what can happen in a party. لما العيال بيشربوا، when they dance، when they flirt with each other، when they make love or have sex actually with each other، even just make out things like حاجات هم بياخدوها عاديه، what's wrong with kissing or touching or حاجات الموضه اللي عندهم دي، الاورال سكس والكلام الفاضي ده كله، كلها حاجات خطر جدا، بس هم عايزين يعرفوا ايه الخطر بتاعها، بيعمل ايه. فبكره هنكلمهم على البري ماريتال سكس، اقول لهم اللي بيحصل ايه، الناس اللي بيحصل لهم ايه بعد كده ايموشنالي حتى. ففي حاجات هم عيالنا ولادنا وبناتنا محتاجين يعرفوها، ومش غلط، بس ناخد وندي ونسمعهم، نبقى فيري بيشنت. انتوا عارفين مشكلتنا ايه؟ ما عندناش وقت وما عندناش صبر. نو بيشنس نو تايم. اول ما العيال يخشوا في مناقشه مش فضيلك بقى انت هتدوشني، هي كده الاوامر كده، عجبك عجبك، عجبك عجبك، مش عاجبك اخبطوا راسكم في الحيط. مش كده بيحصل؟ What should I do with a husband who is stubborn and always angry and humiliating his wife? Talking nicely is not working, and frightening is not frightening. يعني بتخوفي is as يعني threatening يعني is not working. Advising is not working. What I do? Any advice? هو the first thing that would come into my mind, why should a husband become like that, so stubborn and is not yielding to talking nicely or to frightening or threatening or advice? With why is so stubborn and why so humiliating? Oh, that's exactly what I meant. Try to figure out your husband's feelings. Tonight, when you go back home, sit down and please don't talk. You listen. And tell your husband, or ask your husband, and tell him, husband,
اور هاني مقدمة يعني. You sounded very angry and very mad at me. You have been so mad at me. Why don't you tell me how do you feel about me? Oh, wow. Be ready, طبعا. تمام؟ No, this is reality, Abuna. Not virtual. The virtual, probably you will end up, one of you will spend the night in the garage or somewhere else. Okay. But please, please don't call 911. No, I'm serious. Yani, your husband needs to be listened to. Needs to vent out. عارفين كلمة vent out؟ نفتح الهوايات. يعني I don't want to say this is my guessing يعني the way if this question is real not virtual then most likely there is something wrong with the wife لأنه I don't think that يعني the husband when he's stubborn and angry ممكن تكون the wife is not giving him a listening ear or she is talking 95% of the time or she's not giving him his rights for example his sexual needs gratifying him or maybe she is very herself very nagging all the time يعني she doesn't talk wisely she is just or she doesn't listen to what he's saying she يعني what يعني he may talk 100 words But his words would pass inside in a filter in her brain and 80 words will not go through and then only the 20 words that she doesn't like she will react to. Sometimes the wife يعني sometimes أنا مش عارف طبعا للبازبان دو لايف بس أتوقع مثلا تسمعوا عن المرأة النكدية أو النكدية اللي هم الواقفه في الاصلي موجوده في البايبل sometimes في البوك اوف ذا بروفيربس الست اللي تنكد دايما نكد يا خاوي تشتكي وتنكد احيانا بيبقى هي عندها مشكله بس مش بتطلعها بطريقه مظبوطه تطلعها على جوزها بانها تنكد عليه كانوا على فكره سيدنا الانبا السرابيون بيسالني ايه معنى نكديه في الانجليزي كان بيدي محاضره عن الحكايه دي الكلام ده كان من سنة تقريبا فطلعنا كلمة جديدة بالانجليزي قلنا نكدست فخلينا نستعمل نكدست نكدست وايف واخدين بالكم always complaining ومعرفش انتوا سمعتوا الاحصائية دي قلتها لكم قبل كده بتاعت الراجل الدكتور اللي في مصر بتاع السيكولوجي اللي عمل بحث في مصر عن امتى الرجاله المسلمين بيطلقوا مراتاتهم بالثلاثه في مصر الساعه كام ها سمعتوها لا مش الجمعه هما مش ما سكتش على اليوم وركز على الساعه فطلعت الساعه 3 الا ربع بعد الظهر يعني 2:45 وقال لك السبب طلع انه الرجاله بيخلصوا شغلهم في مصر ده زمان الكلام ده يعني من فتره شويه يخلصوا شغل الساعه 2 they go home by 2:30 And once they go home, their wives are waiting for them with a barrage بقى زي مدفع رشاش من الكلام ومن الكومبلينس ومن الزعيق والكلام ده كله فربع الساعة يقول لها انت طالقة بالثلاثة فده يعني الستاتيستيك عملها الدكتور ده فعايز اقول هنا البروبلم بتاعت الوايف دي ممكن تتحل بسهولة جدا if you give your husband a chance to express his feelings and you listen. And he also needs to listen to you, of course. But, and I read, يعني you are complaining of his behavior, not of your behavior. فإذا كنت بتكلم على his behavior, that's how you manage with his behavior. Give him a chance to vent out his feelings. وعلى فكرة لو هو لقى فرصة انك تسمعي له, تقعدي كده لمدة نص ساعة تسمعي كلام كلام هيوجعك بس ما ترديش خالص قولي له I understand I love you forgive me صدقيني المشكلة الزوجية هتتحل كلها بينكم وبين بعض ها
نعمله يوم في الويك اند. Why do moms, خلاص ما فاضلش غير two questions. Why do moms shout and raise their voice all the time more than dad? What about the peace of the house? هو على فكرة نسيت ما أقول حاجة، الستات بيتكلموا أكتر، they speak much more than الرجالة. Moms speak much more than fathers. عارفين ليه؟ عشان هم اللي بيعلموا الولاد الكلام. They teach children how to speak. لأن هم مين اللي بيعلم، مين اللي بيقعد يلاغي الولد طول الأطفال هم صغيرين؟ ماما. فدي حاجة كويسة. لكن عايز أقول حاجة، when mama shouts and raises her voice at home، العيال مش بيتأثروا قوي قوي زي ما الأب بيزعق جامد قوي، لأنه a father is a symbol of authority. A mother is a symbol of love and emotion. فالعيال حتى لو ماما زعقت شوية معاهم أو كده فقد أعصابها، it's not the end of the world، بس ما تغلطش، ما تطلعش كلام وحش وتلحق نفسها بسرعة. بس عيالها بيسامحوها، سامحوها عادة، لأن عارفين إن ماما بتحبهم قوي قوي قوي. لكن بابا بقى لما بيزعق جامد أو بيضرب بقى بتبقى مشكلة، فخلوا بالكم. What about the peace of the house? Well، خلوا بالكم برضو، زي ما لو عودتوا أولادكم من هم صغيرين على الزعيق، مش هيجوا غير بالزعيق. يعني الولاد قوموا يلا اطفوا التلفزيون وتعالوا كلوا. حاضر يا ماما. بعد 5 دقايق، ما قمتوش ليه؟ حاضر يا ماما. 10 دقايق، نص ساعة، بص يا ماما بتزعق. لكن لو بعد 5 دقايق ما قاموش، رحت وطفيت التليفون، انا قلت لازم تقوموا دلوقتي، يعني تقوموا دلوقتي، فيش تلفزيون ومش هيولع التلفزيون. نعمل الحاجات دي كلها وهم صغيرين، يبقى في الحالة دي العيال هيتعودوا ان ماما مش محتاجة تزعق عشان يسمعوا الكلام. هل يوجد برنامج؟ خلاص احنا خلصنا، خلاص احنا رجعنا السؤال الاولاني. طيب اشكركم جدا، وانا اسف على التأخير يا ابونا، معلش. شكرا. Thank you.